ومعاكم عزوز منذي واسعد الله مساءكم بكل خير. عنوان الفيديو النهارده طبعا انا بعد ما عملت البطاطس وعملت حطيت شويه ملح على شويه فلفل اسود على شويه كركم، هقول لكم بقى عنوان الفيديو ازاي نعمل سندوتش بطاطس، ازاي نعمل سندوتش بطاطس، وهقول لكم بقى الطريقه احلى سندوتش يشبعك بقى ويكون ده هو ده الفطار. وقبل كل حاجه يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. هجيب السندوتش زي ده، طبعا ده خبز البر او البلدي، عشان تحط بتعمل بطاطس. انا لكم بقى ازاي نعمل سندوتش حلو بطاطس، وتكون دي هي دي الوجبه الحلوه اللي ممكن تاكلها في الفطار. واللي عايز يحط حاجه بقى مع البطاطس يحط بيض فلافل ماس. هنحط هنا هي، بعدين زي ما انا عملت كده طبعا عشان الكاميرا مش جايبه موضحه كويس، عملت سندوتش حطيت البطاطس جوه العيش بس. لو عايز تحط معايا جبنة عادي. واحد لازم يستمتع بالاكل اللي هو بيعملها، واللي بيجي يطبخ مزاج. ما ينفعش واحد يطبخ وهو متضايق ولا مزاجه تعبان. شوف انا كعزوز عملت بطاطس بروقان وبمزاج، حطيت بقى ملح وفلفل اسود وكركم، حليت الاكل، عملت الاكل بقى على مزاج بقى وروقان. مثل واحد يروح يعمل اكل ساده ويخلي اللي حولك في البيت ما يحبش الاكل وما يستمتعش بطعم الاكل. طبعا وكانت تجربه حلوه ورائعه، وهكذا هو طريقه السندوتش بالبطاطس. وريت الفيديو يعمل تفاعل كامل، وعايز كله يتفاعل مع قناتي، وشكرا لكم.